بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين وإن شاء الله كده رمضان سعيد علينا جميعا. وبشكر أستاذتي وأخواتي دكتورة مي السماحي، دكتور أحمد نوح أستاذي وأخويا وصديقي دكتور حمد خلواني، والمدير دكتور أحمد أدح اللي تعبان جدا وباين عليه الإرهاق والتعب بصراحة في الظروف اللي احنا فيها دي، وربنا يعديها على خير. بشكركم، ويا رب يا رب الويبينار يبقى ناجح النهارده باذن الله، وسهره جلديه علميه فنيه كلينيكيه ان شاء الله باذن الله تعالى. ديرما بلانت جروب تحييكم، وان شاء الله باذن الله تعالى هي ماشيين على الكلينيكال سيشن دي، هنعملها على 4 مرات ان شاء الله. النهارده اول يوم ان شاء الله تعجبكم باذن الله تعالى. شايف في اسئله بتجيلنا يا دكتور نوح، ان شاء الله هنجاوب عليها في الاخر باذن الله، عشان نبدا دلوقتي السيشن الثانيه في المحاضره. والنهارده هتكلم على كلينيكال كيسز، وانا قلت هتكلم النهارده او الجروب بتاع النهارده باذن الله تعالى على السكن تيومرز. تعالوا نشوف مع بعض كده في السريع ونتابع مع بعض التيومرز اللي طالعه من السيرفس ابيديرمس. وذا مينينج اوف سيرفس ابيديرمس، هو كل طبقات الابيديرمس عدا البيزل سيل اللي هي السباينال سيل، الجرانيول سيل، الهورن سيل. تعالوا نشوف الحاله الاولانيه اللي معايا كلنا عارفينها، عيان كبير وجاي في السان اكسبوز اريا غالبا بيفروكس ماميليتد ليجنز هايبر بيجمنت بتبقى كفرد بجريز سكيلز. لما نيجي نشوف الدرمسكوب بتاع بقى، الدرمسكوب ده اختلف تماما. الدرمسكوب ده يا جماعه حللنا مشاكل لدرجه والله انا لسه في حاله سيبريك كيراتوز، وكنت ناوي والله كنت ناوي اعمل لها على طول كوترايزيشن، قلبي كلني من الدرمسكوب. بعتها للدكتور خلواني طلعت مالجنت ميلانوما. الدرمسكوب غير مخي، غير دماغي تماما. راحت طبعا الدكتور الخلواني طلعت مالجنت ميلانوما، ما عالجتهاش، بعتها لجراحه التجميل وعملت عمليه كبيره جدا جدا. ففي الدرمسكوب خلي بالك معايا بقى، وشوف الصوره اللي قدامك دي، هتلاقي ما يسمى بالاورنج كلوتس، براون كلوتس، وايت كلوتس. وذا مينينج اوف كلوتس، مش باينه يا جماعه الصوره. الكلوتس يا جماعه، انت لما بتيجي تمسك شويه رمل وبتاع ده على شط البحر ده اسمه كلوتس. فهنا بلاقي في السبريك كراتوزز 3 انواع من الكلوتس: اورنج كلوتس، برانش كلوتس، وايت كلوتس. بالاضافه ليه هتلاقي نقط بيضاء عامله زي الكوميدونز، ونقط زي الباك كوميدونز والوايت هيدز، هتلاقي كوميدو لايك وميليا لايك في السبريك كراتوز. طيب تعالى يا جماعه نشوف كده، عندنا ساين مهم جدا 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 مع السبريك كيراتوزيس اسمه لسر تريلي ساين. لسر تريلي ساين 4 كلمات: سادن اكستنسيف بروريتك سبريك كيراتوزيس. تنطر على كل كلمة ليها معنى، ان يظهر لي سادن، يظهر سادن اكستنسيف بروريتك سبريك كيراتوزيس من البارن بلاستيك ساين. وجودها ادور على الانترنال مالجنسي، وغالبا ما هلاقي لنفوما، هلاقي ادينوكارسينوما. وتعالى نشوف مع بعض كده الليسر تريلي ساين، قلنا صادم هنا مالتيبل سوبريك كيراتوز وتبقى سيفيد لبروتيك. دي يا جماعه لازم الاقي معاها انترنال مالجنسي زي اللنفوما زي اللوكيميا. طيب شوف الحاله الثانيه، ويجي لك العيان كل دي تيومر طلع من السيرفيس ابيديرمس، بابيول او نديول، سكين كالر او اريثيماتس، وفي ليه كريتر فيلد وذ كريتين، كيراتين فيلد كريتر. حاله واضحه جدا وسهله جدا. مين قال معايا كيراتو اكانثوما؟ ايوه هي كيراتو اكانثوما. خش على الحاله الثالثه، وتيومر طالعه من السيرفيس ابيديرمس، لينير فاروكس هايبر بيجمنتد ميميليتد ليجن. طبعا لينير فاروكس ابيديرمال نيفس، خلي بالك دي هامرتوما. وات ذا مينينج اوف هامرتوما؟ اي ديزيز طالع او مش طالع من نيفس سيل واسمه نيفس يبقى هامرتوماتس ليجن. ايه هي النيفس سيل؟ هي نان دندريتك ميلانو سايت. يبقى دي تيوبر طالع من السيرفس ابيديرمس، لينير فاروكس ابيديرمال نيفس. سيست كوتينيوس سيست، سيستاتيك جلد، سيستات الجلد. واحد تجي لك
ليجن ابيض صغير كلنا عارفينها، نعمل لها يا دوبك بيروفين يطلع منها حته صغيره كده تشيزي ماتيريال. على فكره ده مش اكني، ده بيبقى كيراتين. دي طبعا حاله ميليه باول سيست. اتنين، الكيس الدهني. هو اسمه غلط الكيس الدهني، هو مش سيست، هو اسمه ابيديرمال سيست سكين كلر سيستيك ليجن، ولو فتحته بيطلع الكيراتينس ماتيريال، ده ما بيبقاش دهون. ادي تاني سيست. تالت سيست عامل زي السبيشيا سيست بالظبط. السبيشيا سيست ده اسمه غلط، هو ابيديرمال سيست، بس تلاقيه عند اللاين اوف سكين كليفج، عند الايليدز، عند الماوس انجل ذا ماوس. دي ديرمويد سيست. هو اللي حصل ديورينج الانترا يوتراين لايف، حصل سيكوستريشن اوف ابيديرمال سيل، نزلت الجلد قفل عليها، تطلع السيلز بالمنظر ده عند السايت اوف سكين كليفج، دي ديرمويد سيست. طيب زي السبيشيا سيست بالظبط، استرعاج فروه الراس وبتبقى سيستك، دي تراي كليمر او الباينر سيست. طيب تعال نشوف دي بقى، عشق وغرام وهيام للنك والشيست والباك، تيجي تبص عليها تلاقي سيستك ملهاش بانكتم، تعصر فيها مفيش حاجه بتطلع، بس لو عملت لها كده يعني غزه بسن سرنجه وعصرتها بيطلع منها شيزي ماتيريال. حد عارف دي يا جماعه؟ استياتو سيستوما مالتيبلكس. هو ليه سموها استياتو؟ استياتو جاي من استياتو يعني دهون، سيست متجمعه في سيست ام عاملاني ماس. مالتيبلكس دايما تبقى مالتيبل، لكن في نوع اسمه استياتو سيستوما سيمبلكس، ودي نادرا ما بنشوفها بس موجوده. يبقى لما اجي اقول لك السيست بتاعت الجلد اللي طالعه من السيرفس ابيدرمس، هقول لك الميليا واعرف مكانها واشاور لك عليها، هقول لها ايه؟ الابيدرمال سيست، الديرمايد سيست، البايلر سيست، والاستياتو سيستوما مالتيبلكس. ما زلت في التيومر اللي طالعه بالسيرفس ابيدرمس، واتكلمنا على رقم واحد سبريك كيراتوزس، كنا على الكيراتو اكنسوم لينير فاروكس ابيدرمال نيفس والكوتينيوس سيست. طبعا اي حد فينا بيشوف بلاك هيدز او كوميدون الابيتايت بتاعه بيشتغل، عايز يعمل لها سكويزنج ويطلع البلاك هيد. ايوه عايز اعصر، تيجي تبص على حاله زي دي تعصر فيها مفيش حاجه بتطلع، تعصب مفيش حاجه بتطلع. دي يا جماعه دي النيفاس كوميدونيكس، كاركترايز بي كلوزلي ارينجد جروب اوف لينير سلايتلي اليفيتد بابيول ذات هاف ات ذير سنتر كيراتينس بلاك، عامله زي الكوميدونز بالظبط بس ما بتطلعش. طب الحاله دي بقى جميله جدا، جميلة جدا وكلنا عارفينها. وضعت مين؟ ان انا الاقي الكوتينيوس هورن ده، معناها يا دكتور احمد ولا حاجه خالص ولا حاجه، بس اكيد تحتها في باثولوجي، يعني لازم هنا نلجا للدكتور الخلواني نقول له انا عارف انها كوتينيوس هورن، تحتها في ايه؟ شوف تحتها في ايه؟ ده بناين ولا مالجنت؟ الله اعلم. اخر حاله كوتينيوس هورن شفتها والله كانت طالعه على سكويمس سيل كارسنوم. تعال بقى سيبك من البلاين، تعال نشوف على البري ماليجنت تيومر طالع من السيرفس ابيدرمس، وحاله بنشوفها كتير ولسه شايفها امبارح، ودي هسال فيها بقى اساتذتنا هاو تو ديل ويز. عيان في السن اكسبوز اريا غالبا فير سكين، وجايه لك بحتت حمراء كراستي وسكيلي، ويقلب بتضايقني جدا مشكله حياته. الراجل عنده امبارح حاجه و80 سنه، لا عنده ضغط ولا عنده سكر، والموضوع ده عامل له ديبريشن. يعني انا مستقل الشكوى ده، لا متاذي جدا، متأذي جدا جدا جدا. وكان في من 30 سنة عمل اكسيجن لسكوم السكر سوم كانت طلعت عليه. فدكتورة مي ايه رأي حضرتك؟ حالة زي دي نتعامل معاها ازاي؟ هو دي طبعا اكتينيك كيراتوزيس، واهم حاجة ان انا يعني سن بروتكشن. انما الكلام ده في حاجات جديدة انه بيبقى عندهم تندنسي طبعا للماليجننت تيومر والماليجننت ترانسفورميشنز والكلام ده، وابتدوا يعملوا الفوتو دايناميك ثيرابي للحالات دي.
الفوتو دايناميك ثيرابي من الحاجات اللي بتجيب نتائج وبتقلل الانسيدنس اوف ذا بروجريشن اوف ذا كونديشن وبتقلل السيمتومز حتى اللي هم بيحسوها. انا بشتغل بالفوتو دايناميك ثيرابي بحط الفيولينيك اسيد مع البرايت ريد لايت 680 نانومتر فيري افكتيف. بس ما اشتغلتش في سبريك كراتوز في السولار كراتوز اشتغلتها طبعا في سبريك كراتوز اشتغلتها في البيزل سيل كارسينوما. تمام. بنحط الامينو الفيولينيك اسيد والبرايت ريد لايت لمده 20 دقيقه مرتين ما بين كل مره مره مش اكتر من اسبوعين فيري افكتيف. تمام. هو بس ساعات الامينو الفيولينيك اسيد يعني مش كل الناس بيبقى عندهم. فالبديل للكلام ده الميثيلين بلو. والميثيلين بلو اتعمل عليه شغل عندنا في عين شمس وطبعا اتعمل شغل كتير قوي قوي في معهد الليزر واثبت كفاءه عاليه جدا. احنا كان يمكن كمان عملنا رساله دكتوراه في الاكتينيك كيراتوزيس باستخدام الفوتو دايناميك ثيرابي. لا دي حاله ليكوبليكيا. طيب حاله زي دي دكتور احمد صعبه جدا صعبه جدا فعلا. هل هتعالجها لا. ولا هتبعتها لازم ولا تاخدها باثولوجي لازم باثولوجي. تمام. لان الليوكوبليكيا انا ما اقدرش اشوف ان هي بيناين ولا مالجننت بمجرد العيان اون سبوت عندي مره واحده. لازم هعمله فولو اب طبعا بس الحالات دي عايزه باثولوجي في الحقيقه علشان الديتكشن اوف ايرلي كيسز اوف كانسر. فالمعضلة برضو ان في ناس ما بيبقوش عارفين ياخدوا التانج بايوبسي كويس او مش مؤهلين او مش عارف يتعامل ازاي مع الحالة دي. فاعتقد النيرست درماتوباثولوجيست هيكون الحل. اقول لك بقى مشكلة كبيرة حصلت معايا ومع الدكتور الخلواني. حالة ليكوبليكيا تطورت لسكويمس سيل كارسينوما. ما بقيناش عارفين يا دكتور مي حد يعالجها. بالظبط. بعتناها لبتوع جراحة الاورام. لا بتوع جراحة الأسنان لا جراحة أورام الأسنان لا. فكانت مشكلة بالنسبة لي أول مرة أقابلها. فكانت مشكلة كبيرة شوية سكويمس سيل كارسينوما في الميوكس ممبرين. فاكر حالة دكتور محمد؟ كان في الانر ميوكوزا في الليب ميوكوزا. وكانت المشكلة من ضمن الحالات دي حاجة غريبة جدا. المريضة لفت على 11 دكتور ما بين جلدية وما بين أسنان عشان بس ياخد البيوبسي. ما فيش حد قادر ياخد لها بيوبسي من البكال ميوكوزا بتاعها. وبعدين لما بعت لها الدكتور ماجد خدت لها البيوبسي سكويمس سيل كارسينوما صريحه. فبعتها له قال لي طب نتصرف معاها ازاي؟ قلت له ما لهاش الاستيج بتاعتها لازم سيرجيكال ما ينفعش فيها اي حاجه ثانيه. ففعلا داخل بقى في المرحله الثانيه ان هو طب مين اللي هيشيلها لها؟ بتوع جراحه الاورام ما حدش بيقول لك ما بيشتغلش جوه الفم. بتوع جراحه الاسنان يقول لك لا ده بتاعت اونكولوجي مش بتاعتنا عشان السيفتي مارك. ماكزيلو فيشل قال لك برده مش بتاعتي احنا عايزين اورام ماكزيلو فيشل. بالظبط. واضح ان هي فيها حاجه رير جدا يعني. فدي من ضمن الحالات طبعا اللي كانت صعبه في التعامل معاها. زي دي اللي اصعب منها بقى الاورال فلوريد بابيلوماتوز. طبعا تبص عليها تقول سكوما سيكرس نوم بس اكشوالي هي بري مالجننت اورال فلوريد بابيلوماتوز. بس دي طبعا يعني ريد فلاج ان انا هقلب سكوما سيكرس نوم. دكتور محمد دي يعني دي بنقول يلا نبدا نتعامل فيها. انا في حاله اورال فلوريد بابيلوماتوز عملتها انا شخصيا بالهايفر كيتور. قلت ما دام هي مش انفيزيف سكوما سيكرس نوم هبدا اشوف. ودخلت العيان عمليات وديتها بالهايفوركيتور هايفوركيتور هايفوركيتور عين لغايه النهارده 4 سنين عدى عليا بيحصل ريكارنس بس ستيل اورال فلوريد بابيلوماتوز الحمد لله 40 ما قلبتش سكويمس سيل كارسينوما. نعيم الصغير اشمعنى يا اصل دايما تحط ايديا كده وده على طول هو الديزيز ويل ديفايند بات الريجولر الريثمتس ليجن كفرد بكراست وسكيلز غالبا مونو ليجنز غالبا مونو ليجنز وتعشق النون اكسبوزد اريا لا يوجد ما يمنع ان تيجي في الاكسبوزد اريا. دي حاله باونز ديزيز. الباونز ديزيز يا دكتور ادحم الحقيقه هو الباونز ديزيز من الحاجات اللي الدايجنوز بتاعها شويه بيبقى صعب شويه جدا يعني مش كل الناس بتقدر تعرفه. في ناس بتعتقد ان هو سوبرفيشال بي سي سي بنفكر في الباونز بس هو زي ما حضرتك قلت وزي ما حضراتكم اجمعتوا احنا في الحاله دي برضو لازم بايوبسي مانداتوري طبعا مش فيها نقاش. ولما بشوف حاله زي دي اصله هي باونز فاحنا بنتكلم في بري ماليج بي سي سي فاحنا بنتكلم في ماليجز فبالتالي لازم هيبقى فيه طبعا ديسيجن سريع فيها بتاع الريد
بريمالبت. كان دكتور حسين انسالت تمام هي بس يعني هعرضك بقى في حته برضو اشتغلنا فيها مع بعض. البونويد بابيلوزز بتاعت البينس حاله كانت دكتوره مي سكوبس كارسوم اوف ذا بينس، فبعت لها الدكتور محمد بقول له دي سكوبس كارسوم، قال لي لا اتس نوت سكوبس كارسوم دي بونويد بابيلوزز. قلت له هشتغل، قال لي اشتغل. عملت الحاله دي بجنرال انستيزيا بالليزر وبالفايف فلورو يوراسيل، عملتها على ثلاث مراحل ما بين كل مرحله ومرحله ست اسابيع. الحاله امبروفمنت رهيب، ولولاش ان هو قال لي انها مش سكويمس سيل كارسينوما كان الحل هيبقى بينكتومي. ما سكويمس سيل كارسينوما هنشيل البينس، انما الحل وصورها عندي اتشالت امبروفمنت رهيب. ريكارنس لغايه دلوقتي بقاله سنه ونص العيان بيجي لي مفيش ريكارنس خالص خالص. والدكتور محمد قال لي حاجه غريبه جدا برضو من ملاحظاته، قال لي بانويد بابيلوزز ما ابتديش. بالظبط ازاي يعني فينيريا الورت يعني قلبت ما ابتديش؟ هشوف مراته مفيش خالص. طب هو كلمته اللي خلتني اشتغل، اذروايز كان مصير العيان. فدي حته البري مالجننت انقذت عيان. بالظبط، ما هي دي بقى بتختلف شويه. ليه؟ لان انا عندي في حاجات الاتش بي في الهيومن بابيلوما فيروس انكريمينيت دلوقتي في حاجات كتيره، وبالذات في الجينيتال اريا جينيتال ليجنز. عندي الورد وعندي البونويد بابيلوزس وعندي سبري كراتوزس وعندي ايفن حتى سكوماس كارسينوما في الجينيتال اريا، هل كلهم نتيجه للهيومن بابيلوما فيروس ولا لا؟ قصه فيها ديبيت كتير وشغالين فيها دلوقتي وعلى اكتر من مجال عشان نعرف الليجنز دي. فهنا بس هي الليجن عندي في حته ان البونويد بابيلوزس اللي تشينجز الموجوده كلها انترا ابيديرمال، فعشان كده قلت لحضرتك ايه اشتغلها دكتور ماجد وما تقلقش. ليه؟ ما عنديش ديرمال كومبوننت. طالما ما فيش ديرمال كومبوننت انا ما اقلقش. يبقى احنا اكوردنج للكلينيكال برزنتيشن هناخد الديسيجن بتاعنا برضو. بس هي فكره ان احنا نغير البريما ليجننت لكارسينوما انسايتو، ان انا بتعامل مع كانسر. يعني لو هو مش النهارده خلاص امبيدي كانسر، هو ايرلي كانسر، يعني لو استنيت عليه شويه هيتحول. لو استنيت عليه شويه دي الفكره. بس بنرجع تاني بقى للباونز، يعني ممكن اشتغل كرايو. انا مش عارف حد يتفق معايا، حد اشتغل حالات باونز بكرايو كده؟ ممتاز جدا جدا جدا، واعتقد ان هو البيست تريتمنت او البيست اوبشنز بالنسبه لنا. يعني الباونز ديزيز اوف جلاندز بينس بقى هو زي الباونز بالظبط، بس غريب قوي عمره ما يبقى سوليتري ليجن. يعني باونز ديزيز في الترانك بيبقى سوليتري ويل ديفايند بات ريجولر كفرد بكراست وسكيلز، انما في جلاندز بينس بيبقى طبعا مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف بقى الحل قدامنا دي. اي بناين او بري مالجننت، اي بناين او بري مالجننت تيومر طالع من سيرفس البيدرمس، لو فكرت تقلب هتقلب سكوما سيلكرستوم. اي بناين تيومر طالع من سيرفس البيدرمس او بري مالجننت تيومر طالع من سيرفس البيدرمس، لو قلب يقلب سكوما سيلكرستوم. بس ده مش معناه ان السكوما سيلكرستوم ممكن تطلع قد سكوما سيلكرستوم، ولو طلعت هتطلع بصوره من الثلاثه اللي قدامي، لا اما تطلع على شكل فيرم او هارد سلولي لارج نديول وذ انديوريتد بيز، او بابيول او نديول with ulceration الالسر بتاعها بسكوبس كارسينوما لإيفيرتد ايدج وي انديوريتد بيز، او بيجي لي على شكل فاروكس او فانجيتنج ليجن. يبقى زي ما بنقول اي بناين تيومر طلع من السيرفس البيدرمس او بري مالجننت لو فكر يقلب سكوبس كارسينوما، انما السكوبس كارسينوما ممكن تبدا از سكويمس كارسينوما. طب تعال نشوف كده صور من السكوبس كارسينوما. عشق وغرام وهيام لللور لب. ولو جيت سألتك على السولار كيلايتس اقول لك تعشق اللور لب. وشفنا لسه حالة بعتها للدكتور محمد طنطاوي، بعتها للدكتور خلواني. الحالة يا دكتور ماي كيلايتس سولار كيلايتس على اللور لب وطلع لي عليها وورت. بعتها الدكتور خلواني قال لي خلي بالك دي سكويمس سيل كارسينوما طلع على سولار كيلايتس. اسهل حاجه كنت كويتها، لا انا شكيت. فلما شكيت بعتها للدكتور خلواني بقول لك كنز. فطبعا الموضوع اختلف كتير جدا بالفايف فلورو يوراسيل مع الكوترايزيشن مع الفولو اب اتحسن جامد جدا جدا. سكويمس سيل كارسينوما تعشق اللور ليب وتجي لك على شكل انفيرتد ألسر. على فكره البليدنج بتاعها مش كتير،
طيب بص هنا an elevated growth with central depression that occasionally bleed it may rapidly increase in size وتعشق lower lip. اتنين persistent scaly red patch with irregular borders sometimes crust and bleeds ممكن تبقى سكوم سكرسنوما. الحته اللي هي دي مهمه جدا في الودان عشق وغرام وهم. على فكره الودان من الاماكن اللي بننسى نحط عليها السان بلوك. الودان من الحته اللي بننسى نحط سان بلوك تماما. A wart like growth that crust and occasionally bleed والعيان يقول لك ايه مش عارف انام على ودني بتوجعني ما على فكره ما بتنزلش دم وبحط عليها الفيوسيدين بتتحسن ولا بتتحسن ولا حاجه يعني كايموليت كراستيشن بتاعها يقل شويه انما ودي بقى an open sore that bleed or crust the ulcer resist treatment and persist. ليه بيرزيست يعني ايه ريزيست تريتمنت؟ اي عيان اي حد فينا هيجي له حبايه في ودانه هيشتغل على الفيوسيدين والفيوسيديرم والعفاريت والكلام ده كله يقول لك بس يعني مرات بتتحسن ومرات لا مش هتتحسن خالص. فدي كلها صور من صور سكويمس سيل كارسنوم. ده بريست انما معالم البريست اختفت. خلي بالك فاكر الباونز ديزيز ويل ديفايند الريجولر الرسام السري كفر بكراست وسكيلز. لو حطيت نفس الليجن ده على الفيميل بريست ويل ديفايند الريجولر الرسام السري كفر بكراست وسكيلز لكن ما فيش نبل ريتراكتد نبل مع ماس في البريست مع ليمف نود خلاص ده احنا كده دخلنا يا ده ما حدش يقول لي ده بريست. طب بص الصوره اللي بعدها عرفت ان بريست من البريست اللي جنبه ويل ديفايند بات الريجولر ليجن كفر بكراست وسكيلز فين النبل ريتراكتد. لو مسكت البريست هتلاقي ماس ليمف نود هتبقى لارج دي حاله باجيت ديزيز. طبعا الباجيت سيل من الحاجات المميزه جدا في الهيستوباثولوجي راوندد سيل وذ امبل سيتوبلاز امبل سيتوبلاز وسمول دارك ستين نيوكليس. صح يا باشا؟ صح ده اي خدمه. افكرك بقى دكتور اي اكسترا ميموري باجيت ناخد بالنا منه. الاكسترا ميموري باجيت ده من الحاجات فعلا الديفيكلت في تريتمنت وكانت بيشنت ويمكن دكتورة ما بقى هي تقول لنا الفولو اب بتاعها ان فعلا الحاله دي ريزيستنت جدا ومش عارفين نعمل معاها ايه. حاله صعبه جينيتال باجيت ده من الحالات الصعبه جدا في تريتمنت وللاسف انا ما اعرفش دكتورة مي هي اخبارها ايه الحاله. هي طبعا مشكلتها في علشان يتعمل سيرجيكال ريموفل في المنطقه دي كانت مشكله كبيره جدا وحتى زمايلنا الجراحين مش عايزين يدخلوا في الحدوته الكبيره دي فابتدينا نشتغل بشويه على الفايف فلوريراسيل و شيز بروجريسنج لكن طبعا محتاجه انها لا تبقى حاجه اراديكيتد بالسيرجيكال تريتمنت بس هي ست كبيره مش يعني العمليه من كتر ما هي كبيره والليمف نودز كتيره تتشال وجزء من الكولم هيتشال وجزء من الركتم هيتشال لانه الدنيا ميجر سيرجري يبقى حصل سبريد فكده. هي للاسف العيانه كان اوريدي عندها كانسر كولون فهي كمان يعني فيري كومبليكيتد. طب والكرايو مش ممكن يكون اوبشن في الاكسترا ماماري باش حضرتك يعني حاولته او جربته؟ والله فكرنا اكتر في الفايف فلوريراسيل وشيز يعني شيز امبروفينج يعني. طيب اخلص المحاضره بتاعتي باخر حاله وهي تيومر طلع من البيزل سيل. من اسمها تيومر طلع من البيزل سيل ما فيش غيرها البيزل سيل كارسنوما اللي منها طبعا انواع كتيره النوديولو ألسيراتيف والبيجمنتد والمورفيا لايك والفايبر ابيثيليوما والبينكس. الحاله قدامي اهي نوديول عشق وغرام وهيام للفيس والابر فيس الانر اي كانسس نوديول ويحصل فيه ألسيريشن that spread downward and peripherally وفي خلط كده ما بين البيزل سيكر سنوما والرودنت ألسر. البيزل سيكر سنوما مش هي الرودنت ألسر هي البيزل سيكر سنوما بابيول او نديول ويت ألسريت بتألسر بالرودنت ألسر ده اسم الألسر بتاعها. وليه سموها رودنت ألسر؟ الرودنت عايز ايه؟ الفار عايز ايه من الحيطة؟ الفار عايز خرم صغير يخش منه ويخش جوه الحيطه يخترق ويوسع. هو ده بالظبط سلوك هذا الالسر في هذا التيومر بيبقى على شكل بابيول او نوديول وممكن بابيول او نوديول ماشي عليه تلانجكتيزيا بالباثولوجي يطلع عليه بيزل سيل كارسنوما. طب لو هيحصل له ألسريشن يبدا الالسر من بوينت صغنط وينزل تحت داونورد بريفرلي ويغوط وياكل
يسلك سلوك الرودنت. من اجل ذلك بنسمي الالسر بتاع البيزل سيكرستومر الرودنت ألسر. ادي مورفيا لايك بيزل سيكرستوم، بيزل سيكرستوم ترمي. ده اخر سؤال بقى لينا كلنا. البيزل سيكرستوم دلوقتي في كل الدنيا بيقولوا الاميون ثيرابي، ايه راي حضرتك؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ايه رايكم في قرار الليزر في البيزل سيكرستوم؟ في دكاتره كتير جدا بيخافوا واجينست، يقول لك لا 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 ما بقتش بتاعتنا، حول لجراحه التجميل ويعمل لك روتيشنال فلاب ويشيل لك ويعمل لك. ايه راي حضرتك؟ هو في زي ما في حاجات الواحد بيكون كونسرفاتيف فيها، في حاجات لازم ياخد خطوه اقوى شويه. تمام. فالبيزل بالرغم ان هو برضو المفروض ان معظم الحالات ما بتعديش البيزمنت ممبرين وما فيش سوبرفيشال سبريد والكلام، يعني انا قصدي اقول ما بيروحش الاورجن انفيجن ولا ميتاستاسيس ولا كده، لكن في نسبه بيحصل. فلا انا شايفه ان في الحاجات دي لا تتشال سيرجيكال احسن، unless بيجي لنا ساعات كتير حالات في حتت ما ينفعش ان انا اعمل فيها سيرجري، او عيان فيري اولد مش هيستحمل سيرجري، يا اما الاقتراحات بتاعه الفلابس اللي بعدها بتبقى فيري فيري اجريسيف. في الحالات دي اللي هي محدده تماما ما اقدرش اوصل لها، العيان حالته مش سامحه بان هو يتعرض لاوبريشن، لان الاوبريشن دي برضه هتبقى حاجه كبيره، لا يبقى في الحالات دي بس اللي ممكن الجا للليزر واي هاف تو فولو اب كويس قوي، انما غير كده لا طبعا المشرط هيبقى هو الحل الامثل. دكتور احمد رايك؟ لا انا بصراحه بقى يعني تسمحيلي يا استاذتي نختلف حاجه بسيطه كده. هو الباثولوجي مهم هنا في حاجه، لو هو يعني انا بعت للدكتور محمد بيه حاله قبل كده وكانت سوبرفيشال بي سي سي وانا علقتها بالكرايوثيرابي، يعني علقتها عندي في العياده بكرايوثيرابي. بس السوبرفيشال دي حاجه ثانيه خالص. سوبرفيشال بي سي سي تقدر تشتغل صح بيها كرايوثيرابي كويس جدا، زي الباوز بالظبط. بالظبط، يعني تتعامل معاها باريحيه، مش لازم الحل الجراحي على طول. وعلى فكره العيانين بيكملوا بعد كده بنتابعهم بفولو اب مفيش حاجه، بيبقوا كويسين جدا ومفيش اي مشكله. لكن لو هي نقدر نقول كلاسيك بي سي سي، هي بقى جايه في دينجرس سايت ولا مش جايه في دينجرس سايت؟ يعني لو جايه في السنتر بتاع الفيس لا، ده هنا مشكله ولازم الجراحه تاخد الابر هاند، ويمكن الموز مايكروجرافيك سيرجري تاخد الابر هاند هنا عندي. عملت ليزر قبل كده يا دكتور احمد؟ في السنترال فيس لا انا عملت، لكن سوبرفيشال بي سي سي اشتغلنا بالسي او 2 ليزر وبرده نتائج كويس، يعني كومبيربل للكرايوثيرابي. لكن لما بلاقي مثلا الكلاسيك بي سي سي جاي في السنتر جنب النوز او جنب الماوس او كده جنب الاي، انا بقلق جدا وبحاول على طول البلاستيك سيرجري. مش عارف راي الدكتور محمد بيه في النقطه دي برضو. هو طبعا في البي سي سي يعني انا عاوز برضو نقول حاجه، ان احنا عندنا في التيومرز في جايد لاينز مش هينفع ان احنا نحيد عنها خالص باي حال من الاحوال. الوحيده اللي ممكن اتصرف معاها هي سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوما، دي متروكانا احنا از درماتولوجيست. انما الفكره في حاجه صغيره خالص واقولها لحضراتكم، لما بكتب لحضرتك مثلا تشخيص بيزل سيل كارسينوما ما بين قوسين هتلاقيني كاتب لك السب تايب، لازم اكتبه لازم. ليه؟ النيدولر انا ممكن اقول لحضرتك ان في نيدولر ماسز ما انتش عارف واصله لفين، بس انا بقول لك في جوه التقرير ان هي واصله لغايه الديب ريتيكولار ديرم. يا نهار ابيض، يعني انت لحضرتك عشان تشيلها لازم تشيل لغايه السبكوتينيوس فات. لو هتجيبه بالليزر وتبقى شور ان انت شلت خلاص اي ام اجري، انما لو مش هتقدر تشيل ممكن البقايا الموجوده عندي دي تبقى مايكرو نودولار تايب، تتحول من نون اجريسيف لاجريسيف، ممكن تتحول لمورفيو فورم تايب اتحولت لاجريسيف تايب، هنا بقى في لايبلتي للميتاستاس. فعشان كده الجايد لاينز عندي في الحته دي مهمه جدا. الفيس والهيد اند نيك رقم واحد على طول، ما طالما ان هي مش سوبرفيشال السيرجري هو رقم واحد واثنين وثلاثه، انليس ان هو نون سيرجيكالي فيت. يعني ايه نون فيت سيرجيكالي؟ ده خلاص ده المريض بقى هتصرف معاه از باليتيف تريتمنت، انما فيما عدا ذلك لا يا جماعه، جراحه ثم جراحه ثم جراحه طالما ان هي مش سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوما.
دكتور احمد؟ الحقيقه انا برضو يعني بتفق، احنا تعرضنا لحالات زي كده ممكن يعني انتوا كلكم بعتوا لي فريق كل طبعا يعني دكتور احمد برضو من يعني ايه بيورد عليه حالات كتير جدا من بيزا سيركل سنوما دي فعلا من ضمن الحالات اللي بيشوفها. انا ما اعرفش عندكم في الاجوبيه بصراحه لا في حالات عنده ريت كتير جدا من بيزي سي الحقيقه انا برضو بتفق مع دكتور مي طبعا استاذتي ودكتور محمد، تختلف شويه مع دكتور نوح. هو انا معاك في الكرايو في السوبرفيشال بي سي سي ممكن نشتغل كرايو، بس برضو لو العيان انفيت يعني، انما لو العيان فت للسيرجري ايفن حتى السوبرفيشال انا رايي نشيلها لسبب ان ممكن اشيلها بالكرايو والعيان يتصلح، بس الريكورنس وارد محتمل، انما السيرجري اعتقد الريكورنس معها طبعا مش هيكون موجود، فانا ما بضمنش العيان يعني. ممكن اعمل له سيشن واثنين وثلاثه كرايو وما اعرفش العيان بعد كده بيكمل بيرجع ما بيرجعش، كلنا عارفين العيان المصري الحقيقه. فلا انا طبعا السيرجري رقم واحد. السي او 2 انا اشتغلت حالات بالسي او 2 سوبرفيشال بي سي سي وشفت ريزلتس منها، بس برده انا بخاف من حته الريكورنس شويه، فانا مع السيرجري لو العيان حتى لو سوبرفيشال لو العيان انفيت. بعد كده بقى ممكن لو هو لو العيان فيت سوري لو انفيت بقى يبقى الكرايو بس، ما يعني انما حتى الليزر انا الحقيقه لا مش اجينست. هنا بقى خلص المحاضره بتاعتي واشكركم يا جماعه، وان شاء الله بعد الفاصل هتنتظر بقى استاذتنا الجليله استاذتنا الحبيبه ملاك الكبير الدكتوره مي سماح ان شاء الله، انتظرونا بعد الفاصل.